بسم الله والحمد لله والله أكبر. بعثناكم لكن الله، رسولا لكن لعلكم الله يشهد تشكرون بما ولما أنزل ظلم إليك، وأنزلنا عليك أبتلوا الحزن بعلمه، والألوان مش خارج علم ربي. هذا علم ربي طيبات يأتي على القريب والبعيد، ورزقناكم وكل ما في الكون ولكن تحت علم الله. هذا يقول أنزله بعلمه، ولكن مش أنزل كلامه العزيز وهو غافل عن هذا التنزيل، لا في بدايته ولا في نهايته، ولا من سينقل القرآن العظيم من عالم الملائكة عن طريق جبريل عليه السلام إلى عالم الإنسان بنزول القرآن على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.